السلام عليكم، معك مريم من الدار البيضاء. عندي كان وقع لي واحد المشكل مع الزوج ديالي، يعني ما تخلى على ولادو وزاد، ودابا انايا كنت كاريه وما عنديش باش نكمل الكرا ديال الشهر. صافي خرجتني مولات الدار، ودابا انايا كنت في المحطه وناضوا سيكوريتي ديال المحطه جروا عليا، قالوا لي ما تبقايش تباتي هنايا. ودابا انا دابا حاليا تندور في الزنقه وما عنديش فين نكون. عام وانا هذا المشكل باقي عليا، لا ما كاينش حتى شي حل. يعني هو ما بغى يدير حتى شي حل مع لا معانا لا مع الدراري، خلانا هكاك خلينا في الزنقه. لا ما عجبتنيش هذه الحاله، انا هذه الحاله ما نبغيهاش حتى شي واحد، حيت انا وليداتي تكرفس في الزنقه ولدرجه ما تنلقاوش ما ناكلو بزاف من الحاجات، وما تنلقاوش فين نعسو. كانت عندي بلاصه وحده فين نمشي للمحطه، ولكن الشاف ديال السيكوريتي جروا عليا، قالوا لي ما تبقايش هنا في المحطه. ودابا انا حاليا تندور في الزنقه انا وليداتي. قلت هذيك زعما بلاصه مامنه، حيت كاين الشرطه وداك الشيء، قلت بلاصه مامنه على حسب ما يمسنا حتى شي واحد، ولكن السيكوريتي ما خلوناش. عندي ثلاثه ما عرفتش، حيت انا ما عنديش باش، يعني انا ما كرهتش شي بيت زعما كاين نجمعوا فيه انا وليداتنا، ما عرفتش. الكرا تجمع عليا صافي، مرات الدار خرجاتني كاري ب 14، ولكن مرات الدار خرجاتني قالت لي تجمع شي 4 شهور وصافي خرجاتني. لا ما خداماش انا دابا، ما كرهش ندير شي بيعه وشرية يوقفوا معايا الناس ولا شي جمعيه الله يجازيهم بخير، باش نهز وليداتي ونكونوا في شي بلاصه، يعني شي بيت فين نتجمعوا وما نلقاوش الزنقه. هو يعني تيسكر مدمن بالخمر وصافي، ما عندوش صافي جرى علينا، ما بقيناش معاه. دابا حنا في الزنقه، لا من يعني حتى في الاخر عاد من ولدت الدري صافي عاد بدا بالادمان صافي، والمشاكل بزاف، وما تيصيرش ما تيخلصش الكرا، ما ينضر تيجروا علينا، ويعني حتى هو ما تيخلصش، يعني تيعذبنا لدرجه الدريه. عندي بنتي الكبيره شحال من خطره تدير محاوله انتحار بسبب الاب ديالها، تيعنفنا وتيضربنا وتيكرفسنا وتيجري علينا في الزنقه، وهي مسكينه ما استحملاتش هاد الظروف هادي. 10 سنين تدير محاوله انتحار، شحال من خطره تبغي تنتحر، وحيت هي ما تقبلتش هاد الوضع اللي حنا فيه دابا حاليا. وتتقول لك حنا من نهار من ولدت الدري وانا عندي في المشاكل، واش نقول لك وبنتي ما تحملاتش هاد الوضع بزاف، كاع حطمه لا نقاطع على الدراسه حيت المشاكل والمأوى ما كاينش فين نسكنو، داكشي علاش نقاطعوا على الدراسه. باش نقول لك كل واحد كاين اللي تيعطيني في سبيل الله، كاين اللي تيعطيني. مره تنمشي لحدا الجامع، كل مره وشنو، مره ما تلقاوش ما ناكلو، كل مره وشنو. يعني انا هاد العيشه دابا انا اللي فيها باش نقول لك صعبه بزاف، ما نبغيها حتى شي واحد بزاف، لدرجه بالليل تيجينا البرد وحنا في الزنقه وما كاين لا غطاء لا حتى شي حاجه، وحنا ما كرهش شي بيت نجمع فيه انا وليداتي. واش نقول لك الليل راه فيه شماكريه، فيه بزاف من الحاجات، يعني تنخاف انا وليداتي، تنخاف لا شي حد يجي عندنا يتكرفص علينا. بزاف من الناس يعني تيدوزوا في حاله السكر، فهمتي، تنخاف وحنا والبرد ويعني والجوع والقهره بزاف. لا غير مره وحده اللي من كريت انا في اناسي جمع عليا الكراشي 4 شهور بحال هكاك، صافي خرجت انا من خرجت 5 شهور بحال هكاك، ولا 4 شهور ما والو، لا ما كاينش، ما تندوشو ما والو ما كاينش. يعني انا كنت نمشي للمحطه وتجروا عليا، وتنبقى ندور في الزنقه، تنبقى ندور وتنجي حتى الليل تنبغي نفنح نحط راسي زعما فين في الكراسه، يعني ما كاينش حتى فين.
والشاف ديال سيكوريتي والسيكوريتي هما اللي منعوني، قالوا لي ما تبقايش تدخلي لنا المحطه انا وليداتي. قلت لهم زعما كنديروا معنا شي تعاطف وهذاك الشيء على قبل هاد الوليدات باش ما يخرجوش للزنقه، ولكن ما لقيتش. تنفكر بغيت نخدم ونهز وليداتي ونكرو في شي بلاصه شي بيت اللي نجمع انا وليداتي. قادره نخدم واخا ندير ربيع وشري في شي حاجه، قادره نخدم. لا ولكن انا قادره نخدم، يعني انا ما غاديش نخلي وليداتي. يعني انا الا كانت شي بيعه وشريه، يعني انا اي حاجه ندير بيعه وشريه، ندير ميناج على قبل وليداتي باش نهزهم. وليداتي هما اللي كون ما كانوش الوليدات راه كاع ما نكون انا في هذه الحاله. ولادي هما اللي وثلاثه الاولاد راه ماشي سهله، بغيت نشوفهم في حاله مزيانه ويقراو بحالهم بحال الدراري ونكونوا في شي بيت ونتجمعوا ان شاء الله. تيبقى في الحال تنحس بوليداتي ضايعين، يعني متشردين الدراري نقيين وتيقراو ولادي ما تيقراوش، يعني تيبقى في الحال بزاف تنتاثر في هذه الحاله. يعني ولادي انا تندور ولادي تيدوروا معايا فما نعس تينعسوا معايا، يعني ولادي تولوا تينعسوا في المحطه في الزنقه في الجرده في اي بلاصه تنعسوا فيها. تمناهم يقراو ويلبسوا مزيان بحال دوم بحال الدراري ويقراو، حيت ولادي تيشوفوا الدراري تيقراو وهما ما تيقراوش، يعني عندهم نقص، عندهم حرمان في هذه القرايه وبانهم هما في الزنقه وعندهم نقص بانهم الناس في ديورهم وهما في الشارع، يعني هما عندهم نقص بزاف بزاف. تيتشكاو بالجوع والبرد، تيقول لي ماما بغينا شي بيت زعما نتجمعوا فيه ما نبقاوش في هذه الحاله. تنقول للمحسنين الله يجازيكم بخير، اخوتي حسنوا بيا وهزوا شوفوا لي زعما شي بغيت شي بيت نجمع فيه انا وليداتي ما نبقاوش في الزنقه. يعني راه تنبقاو في المحطه وتنبقاو في الشارع، تنبقاو ندور انا وليداتي تنمشي للجوامع تنطلب، ومره ياكلوا مره ما تياكلوش، وما تلقاوش فين نعسوا البرد وتنطلب من المحسنين الله يجازيكم بخير. ولا كان شي جمعيه ولا كان شي محسنين يحسنوا بيا وما كراش ندير شي بيعه وشريه باش نهز وليداتي ونخلص الكرا باش ما نطيحش في هذا الموقف عاوتاني اللي طحت فيه، باش ندير بيعه وشريه وصافي نبقى مستمره في الكرا. والرساله الاخيره هو الله ياخذ فيه الحق، حيث دمر الدراري، عذب الدراري ودمرهم من القرايه وشردهم، يعني وبنتي تدير محاولة انتحار، يعني في أي لحظة تقدر تقتل راسها. يعني أنا هاد الإنسان ما مسامحاش لي يوم الدنيا وآخرة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.